قضية المصلح المنتظر. إذا أغمضنا النظر عن الأسماء نجد أن فكرة المصلح المنتظر تعني واقعية الأديان في استيعاب المستقبل وفي استيعاب دورة البشر في الاتجاه نحو الدين والانحراف عنه وفي الإخبار عن هذه الدورة، تطمين المبشرين بأن لهم المطاف الأخير حتى لا ييأسوا مهما ارتفعت درجة معاناتهم ومهما استبدت الثورة المعاكسة بالأجواء. تيئيس العاملين ضد الدين وضد المبشرين به من نجاحهم في العمل ضد الدين، فإذا استطاعوا أن يهرجوا يوما أو أياما فلا يعني ذلك أنهم أضحوا سادة الموقف، فالدين هو الخط الصحي العام والانفلات فوضى لن تدوم. تهيئة المؤمنين بالدين لاستقبال المصلح المنتظر حتى يظلوا متأهبين له، وتأهبهم له يساوي إبقاءهم موفوري القوى، وهذا يخدمهم قبل أن يخدم المصلح المنتظر، لأنهم لا يؤخذون على حين غرة من قبل أعدائهم ولا يجمدهم الخمول، فهم دائما تحت الإنذار يراقبون الأجواء بلهفة وحذر. تمهيد الأرضية الصالحة للمصلح المنتظر حتى إذا انتفض لا يجد نفسه غريبا يبني ابتداء من الحجر الأساس، وإنما يجد نفسه يرفع البناء على أساس من سبقه، وهكذا كان. فلم يبعث نبي إلا وجد من ينتظره ويسعى إليه من أقاصي الدنيا بهيام عميق، وهذه الظاهرة مما أوفدت أخوة الأنبياء، فكل واحد منهم كان مبشرا به من قبل السابقين عليه، فيصدق السابقين عليه ويبشر اللاحقين به، ويقوم بدور الحلقة الواحدة في المسلسل البعيد الطرفين، وليس الإمام المهدي المنتظر إلا حلقة في هذا المسلسل من المبشرين بهم والمبشرين بغيرهم. في ظهور الرجاء والشفاء والقضاء للشجون، إنني راحة